17. خليني ابتداء اوجه تحية خاصة للناس اللي بتتابع برنامجنا. يعني احنا عاملين زي اللي بيقدم وجبة دسمة شوية، يعني المعتاد انه البرامج اللي الناس بتتابعها لازم يكون فيها شيء، يعني مش عايز اقول ايه، مثير. يعني اتنين بيضربوا بعض، حد بيشتم حد، نميمة، حاجات زي كده. انما احنا يعني بنخاطب اعلى حاجة في عقل الانسان، وهي قدرته على انه ينتقد دون ان يشتم، على انه يفكر من غير ما يأفور يبالغ. ودي يعني من الحاجات اللي لا نظامنا التعليمي بيساعد عليها ولا علاقتنا ببعض بتساعد عليها. فخليني اوجه تحية خاصة للجمهور ده. كنت بتريق زمان وبقول، مش من زمان يعني، كنت بقول لبعض زملائي، بقول لهم هو برنامجنا ده اصله مصمم للمثقفين، يا اما للمثقفين يا اما للناس اللي عايزه تتثقف. ومصر لا فيها مثقفين ولا فيها ناس عايزه تتثقف. كان في مقوله كده المانيه لطيفه ايام هتلر، يقول لك كلما استمعت لكلمه ثقافه تحسست مسدسي. يقول لك يا نهار ابيض، ده اكيد عدو او خائن او حاجه بالمعنى ده. فاحنا قطعا بنقدم يعني جرعه او جرعه فكريه تحليليه، ما اعرفش حضرتك سموها زي ما تسموها، لكن قطعا مش سهل على كل الناس انها تتابع بشغف وتتابع باهتمام. فخليني اقول لحضراتكم اشكركم، انتم من القله المصطفاه في هذه المساله، لان عارف في الناحيه الثانيه في حاجات كتيره جدا مغريه، من شتائم وادعاءات وتسريبات وتفتيش في نوايا الناس، وناس عماله تزعق وبتشتي وما تفهمش في الاخر خلاص هم عايزين يوصلوا لايه، وبعد ما بيخلصوا الشتيمه طب يعني استفدنا ايه؟ ما فيش حاجه خالص. لكن احنا هنا بنحاول شويه نضرب في اللي يفيد البلد، ده املنا، وعلى الاقل ده اللي بنزعمه يعني، صح غلط ما اعرفش.